إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحصبة الألمانية. طبعا إذا كان أطفالك متابعين بشكل جيد لبرنامج التطعيم الخاص بهم فأنك على الأرجح لن تكون بحاجة للقلق حول مرض الحصبة. لقد أفاد مركز السيطرة على الأمراض إلى انتشار مرض الحصبة بين الأطفال غير المطعمين. طبعا تبدأ الإصابة بهذا المرض بارتفاع في درجة الحرارة وسيلان في الأنف والسعال. حين أيضا تتلاشى هذه الأعراض يبدأ الجسم بظهور أعراض أخرى مثل الطفح الجلدي الذي يغطي كامل الجسم بالظهور بالظهر مثلا والبطن والجسم كامل. طبعا يستحسن أن يتم استشارة الطبيب مباشرة الظهور هذا المرض. وأيضا يتحسن معظم الأطفال في قضون تقريبا من 12 يوم إلى 14 يوم تقريبا أسبوعين، إلا أن بعضهم أيضا الآخر يصابون بالتهابات رئوية أو غيرها من المشاكل الصحية. ممكن يسبب ارتفاع في درجة الحرارة مما يؤدي إلى موت خلايا في الدماغ، مما يسبب لنا أيضا تخلف عقلي في الطفل. أيضا الحامل ممكن يسبب لها تشوهات في الجنين إذا كانت مرتفعة درجة حرارتها ومصابة بهذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.